السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم. في البداية حابة أحكي لكم كل عام وإنتم بألف خير بمناسبة الشهر الفضيل. إن شاء الله بنعاد عليكم بالخير واليمن والبركة، وإن شاء الله يا رب إنه إحنا أجمعين نكتب من أهل التقوى في نهاية هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله اليوم حابة أقدم لكم طبق حلويات جديد وسهل وفكرته حلوة، بتناسب شهر رمضان المبارك وبتناسب أجواء الحر اللي إحنا بنعيشها، اللي هو البسبوسة المحشية بالآيس كريم. خليط ومزيج رائع بين عجينة البسبوسة السخنة والآيس كريم البارد. طبعا صعب اوصف لكم الطعم لانه الطعم لا يوصف ولا يقاوم. ان شاء الله انكم بتجربوا هاي الوصفه بانفسكم بالبيت وبتحكوا لي ارائكم فيها بالتعليقات، ولا تنسوا باللايك والشير للفيديو اذا عجبتكم هاي الوصفه. خلونا نبدا الفيديو ونشوف المقادير والخطوات ونحكي بسم الله. مقادير وصفه اليوم جدا سهله وبسيطه. بنحتاج لفستق حلبي مطحون بهذا الشكل اللي انتم شايفينه، وطبعا هذا رح يكون للزينة. رح نحتاج كوب سكر، نصف كوب ماء، كوب من الحليب، وكوب من السميد الناعم او دقيق البسبوسة او السيمولين، يعني كلها نفس الاسماء. رح نحتاج لملعقة صغيرة من الفانيلا، ورح نحتاج 120 جرام من الزبدة. اول خطوة عندي بنضع الزبدة بقلاية تيفال او بطنجرة مثل ما انتو حابين، وبنبلش نذوب الزبدة على نار هادية. طبعا هيك خلاص ذابت عندي الزبدة. هلأ بنضيف كوب السميد، بنضلنا نحرك لحتى يصير لون السميد عندي اشقر او لون ذهبي. بدنا ندير بالنا انه السميد ما ينحرق معنا. هلا هيك صار عندي لون السميد على شفار. هلا بضيف كوب السكر وبخلطهم مع بعض منيح. هلا بنضيف نصف كوب الماء عليهم، بنضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا وكوب الحليب شوي شوي. هلأ بدنا نضل نحرك فيهم حتى يجمد الخليط يصير مثل العجين المتماسك. هلأ مثل ما انتم شايفين صار عندي عجينة بهذا الشكل. هلأ هيك بتكون عجينة البسبوسة صارت عندي جاهزة. خلص بطفي النار عليها، بتركها تبرد شوي عشان اقدر استخدمها. هلأ بعد ما جهزنا عجينة البسبوسة رح نستخدم الآيس كريم اللي رح نحشيه جوا البسبوسة. طبعا هاي نكهة الفانيلا اللي عندي، ورح نستخدم للتزيين الفستق الحلبي مثل ما حكيت لكم بأول الفيديو. طبعا هلأ رح نحتاج لزبدية صغيرة أو صحن صغير، رح نحتاج لعجينة البسبوسة، ورح نحتاج للنيلون الشفاف اللي بلفوا فيه الخضرة. رح أخذ قطعة نيلون
نفردها بالزبدية رح ناخذ شوي من عجينة البسبوسة بدنا نفردها بهذا الشكل. طبعا العجينة بتكون شوي سخنة بس الإيد بتتحملها. بعدين رح ناخد شوية آيس كريم رح نضعها بالوسط، ناخد شوية عجينة من هون نعملها على شكل دائرة لحتى نغطي فيها الآيس كريم. بعد هيك رح نرفعها من الصحن تنضع هيك. يكون عندي هذا الشكل، نزينها شوية حلبي وهيك بتكون جاهزة عندي للتقديم. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب وصفة اليوم بتكون نالت على إعجابكم، وإن شاء الله أنكم بتجربوها في بيوتكم وتحكوا لي آرائكم فيها بالتعليقات. طبعا في صندوق الوصف رح أترك لكم رابط بقائمة فيديوهات نزلتها برمضان 2015 بتضمن أطباق حلويات وأطباق رئيسية، إن شاء الله أنكم بتشوفوها وبتستفيدوا منها. وكل عام وأنتم بألف خير يا رب، إن شاء الله بنعاد عليكم السنة الجاي وأنتم محققين كل آمالكم وطموحاتكم، وبلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد. إلى اللقاء.